الوطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادي مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. أهلا بكم في نشرة وطن الاقتصادية وفيها أهم أخبار الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي. اليوم الأحد 15 من شهر تشرين الثاني للعام 2023. في الإعداد والتقديم معكم أنا رشا حسوني، التحية للزملاء في غرفة التحكم محمد زاغة وعبد الله الخطيب. تابعونا الآن على وطن أف أم على موجتنا العاملة على التردد 99.2 أف أم، وعبر تلفزيون وطن على التلفزيونات التفاعلية، وعبر البث المباشر على صفحة وطن على فيسبوك. وطن الاقتصادية تأتيكم برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، وبناء. إلى العناوين. وفي أولى ملفاتنا لهذا النهار ضمن حملة توفير البنك الوطني جوائز أسبوعية وشهرية وأخرى كبرى. في الثانية، مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رام الله الجديد يعد خطة استراتيجية للنهوض بالقطاع التجاري. وفي الثالثة الأخيرة، البنوك الأمريكية الكبرى تستعد لمواجهة تدهور في الاقتصاد. من العناوين ننتقل إلى التفاصيل ومباشرة إلى ورقتنا الأولى، وفيها جوائز بالملايين، بيت، راتب وسيارة لفائزين اثنين، إضافة إلى جوائز نقدية شهرية بقيمة 100,000 شيكل وجوائز أسبوعية ويومية ضمن حملة توفير أطلقها البنك الوطني في العام الجديد. وفي التفاصيل متابعينا الكرام، أطلق البنك الوطني حملة جديدة لحسابات التوفير تضم مجموعة من الجوائز القيمة التي تهدف إلى تحقيق الأمان المالي للمدخرين ولعائلاتهم. وفي ورقتنا الأولى يسعدنا أن نرحب بضيفنا بالاستوديو الأستاذ أيمن دحادحة، المساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة الأفراد في البنك الوطني. أستاذ أيمن، مساء الخير وحياك الله. يسعد مساكي، أهلا بك ضيفا عزيزا على نشرة وطن الاقتصادية وسعيدين بتواجدك معنا. يعني إحنا بالبداية بنحب نقول كل عام وأنت بخير لمناسبة العام الجديد. أنت بألف خير، ونتمنى لك ولأسرة أيضا البنك الوطني عاما جيدا مليئا بالخير وبالنجاحات أيضا. كل عام وأنت بخير. تسلم، وأنت بألف خير. شكرا. شكرا لك وشكرا على أمنياتك الطيبة. إحنا الآن يعني بجوز في بداية العام ربما بحكم المتابعة يعني الإخبارية ومتابعة الأخبار، يعني كثير من الأخبار تحدثت عن حملات جديدة أطلقتها المؤسسات المصرفية والبنوك الفلسطينية، حملة توفير جديدة في العام الجديد 2023. ويعني بسرنا وجودك اليوم معنا في الاستوديو نعرف أكثر من خلالك أستاذ أيمن عن حملة توفير البنك الوطني الجديدة لهذا العام. ما هي هذه الحملة؟ ويعني أول شيء بنحب نعرف يعني إلى ما تتطلعون في البنك الوطني من خلال هذه الحملة؟ هذه الحملة تم إطلاقها يوم الأحد الماضي مع بداية العام الجديد. طبعا هذه الحملة تعتبر هي الحملة الأضخم في تاريخ البنك الوطني.
طبعا بداية هاي الحملة كان في إلها سببين أساسيات. السبب الأساسي الأول اللي هو تعزيز عادة التوفير عند المواطن الفلسطيني، وكون هاي العادة هي تعتبر ركيزة أساسية للمواطن الفلسطيني إنه يأمن مستقبله أو مستقبل أطفاله أو ينمي هاي العادة عنده وعند عائلته، لأنه صراحة هي الوسيلة الوحيدة للارتكاز في المستقبل على أموال ممكن يكون حصل عليها في وقت الرخاء مشان يعتمد عليها في الوقت اللي هو ممكن يحتاج إلها. طبعا هاي العادة إحنا كبنك مهمة بالنسبة إلنا لتعزيز ودائع البنك في قطاع التوفير وتعزيز مقدرته المصرفية في القطاع المصرفي الفلسطيني وتعزيز المكانة المصرفية في القطاع المصرفي. طبعا هاي العادة احنا كبنك كافأناها بجوائز كمان قيمة تتناسب مع التوجه العام اللي احنا كبنك رايحين له وبنفكر فيه، اللي هي لها علاقة بالثبات والاستدامة في المستقبل. وكانت أكبر مكافآتنا اللي هي بيت، واللي هو بيسعى له كل مواطن لتحقيق حلمه، راتب اللي هي استدامة لدخل شهري ثابت بقيمة $500 لمدة 10 سنوات، وبنكملها كانت بسيارة. نعم. الإشي الإضافي كان معها اللي هي جائزة بقيمة 100,000 شيكل نقدا كل شهر. كمان أضفنا موضوع اللي الناس دائما بتحب توفر من خلاله اللي هو الذهب. صحيح. اللي هو عندنا جائزتين أونستات ذهب لفائزين اثنين كل أسبوع، عندنا ليرة ذهب كل يوم لأول فائز، واليوم كان أول سحب لأول فائز ذهب لليرة ذهب. طبعا نحكي احنا عن اكثر من 300 فائز، وكان هنا كل ما زاد عدد الفائزين كل ما كان في تشجيع للناس اكثر على التوفير اكثر 100%. وطبعا هاي الحمله بتمتد لنهايه سنه 2023 ان شاء الله. يعني انا كنت ساسال صراحه عن المدى الزمني لهذه الحمله، واجبت انت يعني في معرض حديثك انها يعني لغايه نهايه العام 2023. طب من تستهدف هذه الحمله؟ يعني بجوز بما يتعلق بالجوائز صار واضح انه هي عمليا قيمه، سواء الجوائز الشهريه او حتى الكبرى، وشوي كمان بعد يعني ما تحكي لنا أكثر عن من تستهدف هذه الحملة، تجري السحوبات على أي حسابات لهذه الجوائز. بدنا نسأل كمان عن الجوائز، يعني لأنه أعتقد أنا وقد توافقنا الرأي أنها بحاجة شوي ل يعني شرح. جاهزين. هي الجوائز الحسابات تستهدف كافة حسابات التوفير المفتوحة في البنك الوطني، سواء الحالية أو المستقبلية للعملاء المستهدفين في البنك الوطني. طبعا تشمل الرجال، السيدات، الأطفال. طبعا اليوم حسب القانون كمان السيدات في السابق ما كانوش بيقدروا يفتحوا حسابات فعليا لأطفالهم، حسب القانون الجديد اليوم صاروا بإمكانهم يفتحوا حسابات لأطفالهم. الأب بيقدر يفتح حساب لأطفاله، بيقدر يفتح حساب إله، وبالتالي تعزيز الفرص بالفوز في المسابقات، وهذا الحكي مهم. يعني هاي هي بشكل عام كل فئات الأشخاص اللي بيفتح حسابات توفير بالبنك الوطني هم من الفئة المستهدفة لحسابات التوفير في البنك الوطني، واللي بإمكانهم يربحوا جوائز. تمام. طب بما يتعلق بالجوائز، من اللافت صراحة أستاذ أيمن بأنه الجوائز هي قيمة. الآن يعني ربما هنالك تنافسية أيضا بين البنوك وبين المؤسسات المصرفية فيما يتعلق بالجوائز، ولكن جائزة مثل بيت وراتب وسيارة كاملة مكمل، يعني الباكج كبيرة قيمة، ويعني تستدعي السؤال وتستدعي التوضيح، يعني كيف تم تحديد هاي الجائزة، لأي الأسباب أيضا، ويعني يعني الملاحظ يلاحظ فيها بأنها مكتملة النصاب. نعم. عمليا كثير محفزة ومشجعة يعني الذهاب. نعم. باتجاهها. نعم. هي لما بلشت صراحة فكرة أنه إحنا كل القطاع بشكل عام ذاهب باتجاه الجوائز النقدية، وكان بداية التفكير بأنه هل إحنا
نمشي بنفس النمط اللي ماشي فيه القطاع أم نكون مختلفين؟ ومن هون بلشت الفكرة أكثر. وكون قطاع التوفير هو قطاع دائما الشخص يسعى من خلاله إلى توفير حياة كريمة له ولعائلته إذا كان متزوج، وإذا كان عزابي يسعى أنه يكون عنده بيت يستقر فيه بشكل كامل. فمن هون انطلقت فكرة البيت، وصراحة كانت الجائزة من حجمها بيت يتم اختياره بشكل دقيق، بحيث يكون بيت بمبلغ مجزي، بحيث يكون هذا المبلغ كمان نقدر من خلاله ناخد مش الأعلى قمة البيوت، خاصة أنه إحنا بنحكي عن مدينة رام الله على سبيل المثال، البيوت فيها شوي غالية، ولكن إحنا بنحكي عن بيت هو جاي أعلى من المتوسط. نعم. واللي بيعرف أسعار البيوت في 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 رام الله أعلى من المتوسط، إحنا بنحكي على الأقل فوق 140,000 دولار. نعم. تقريبا. نعم. على الأقل. طبعا تحديد قيمة الراتب، إحنا أوريدي محددين قيمة الراتب ب $500 شهري لمدة 10 سنوات، فالراتب لوحده بنحكي عن $60,000 بشكل شهري، إضافة للجوائز اللي لها علاقة بالسيارة. كمان إحنا في عنا رؤية كبنك إنه إحنا مع البيئة، فالعروض اللي تم استدراجها للسيارات اللي إحنا رح نربحها كمان في الجائزة هي سيارات هجينة ما بين كهرباء. نعم. وبنزين تتماشى مع البيئة وتخفيض حجم التلوث اللي موجود. فهاي كلياتها جمعناها مع بعض مشان نوصل رسالة واحدة من خلال الجائزة الكبرى الخاصة في البنك الوطني في هاي الحملة. نعم. طيب تمام. هو في تساؤلين كمان عندنا أستاذ أيمن إذا بتسمح لنا. هلا يعني ربما لن نختلف ولا مرة على قيمة الادخار كقيمة اجتماعية وعلى سلوك التوفير، ولكن يعني بنختلف كثير، ويعني وهذا بسبب أرق لكثير مواطنين ولكثير مواطنات على كيفية الادخار والتوفير، إنه أنا كيف لي أن أوفر، كيف لي أن أدخر وأنا عندي عموما دخل محدود. وإحنا هون بنحكي عن أبناء الشعب الفلسطيني بمعظمه يعني موظفين وموظفات وعاملين وعاملات، وبالتالي هم من أصحاب الدخل المحدود. فدائما التساؤل عند الناس أنه أنا كيف بدي أدخر، أنا بدي أدخر وبدي أوفر، ولكن كيف لذلك مع كل الضغط المادي والأعباء المادية اللي هي تقع علي وعلى كاهلي كرب أسرة أو كربة أسرة، وكيف ممكن إحنا نطرح جواب أو نقدم جواب على هذا التساؤل، وكيف كمان ممكن نساعد كمؤسسات مصرفية عاملة لتعزيز هذا السلوك ولترتيبه أيضا في مخ المواطن والمواطنة ثم في سلوكه. نعم. يعني صراحة إحنا في عنا في هاي الحملة في عنا كمان جزئيات متعلقة بهذا الموضوع. الجزئية الأولى اللي هي خلق أمر دفع ثابت من حساب العميل. إحنا دائما بنقول إنه العميل إذا بيقرر إنه هو يوفر، واللي حكينا عنه اللي هو أساس لتأمين مستقبل العائلة خلينا نسميها، هذا العميل بيبدأ يقلص في أجزاء قليلة من اللي إحنا ممكن نعتبرها في لحظة من اللحظات كماليات، ولكن هي ليس بالضرورة أنها تكون كماليات بالنسبة للبعض، ولكن ممكن تكون كماليات بالنسبة للبعض الآخر، بتخفيف أجزاء منها وتحويلها لأمر دفع ثابت حتى لو كان بمبلغ بسيط، بحيث أنه إحنا نحول موضوع التوفير لاستراتيجية، خطة استراتيجية نبنيها لفترة طويلة، خاصة إذا كان عندنا أحيانا أطفال إحنا بعد 10 سنين على سبيل المثال بدهم يروحوا على الجامعة، بدنا نكون إحنا عارفين إمتى وين وكيف بدنا نكون مأمنين هاي الفلوس إلهم من اليوم للنهاية.
طبعا أوامر الدفع الثابتة بكل بساطة إحنا بنصير نعتبرها زيها زي أي مصروف آخر، وبالتالي هي بتصير تنخصم من الراتب بشكل شهري، وهذا الحكي متوفر في البنك الوطني اليوم كخدمة موجودة متاحة كخدمة موجودة ومتاحة ومتوفرة. العميل مثلا بيختار قيمة الاقتطاع بما يتناسب مع دخله، لأنه هون ما بدنا ننسى الدالة الاقتصادية اللي بتقول إنه الإنفاق بيزيد لما بيزيد الدخل. صحيح. يعني إحنا لما بدأ يزيد الراتب تبعنا 100 شيكل على الخبر ممكن أن نصرف أكثر. صحيح. فما بالك لما ينزاد فعلا 100 شيكل أو 100 دولار الراتب تبعنا بدنا نصرف أكثر. فكيف يعني كيف ممكن نتعامل؟ هاي في أدوات مساعدة. إضافة اللي بدأنا في حديثنا عمليا هو أيضا محفز وهو أيضا دافع يعني للذهاب في موضوع التوفير. صحيح. في موضوع تأسيس حساب توفير و تنمية أيضا حساب التوفير. صحيح. وإحنا كمان كبنك وطني ضمن هاي الحملة راح يكون لنا يعني نبلش يمكن من الشهر القادم نعمل حملات توعية للناس في المناطق البعيدة على أنه قديش أهمية التوفير وآلية التوفير وشو الطرق اللي ممكن الشخص يستخدمها عشان يوفر له ولعيلته حتى لو بمبالغ صغيرة اللي بتأهله بعد فترة بأنه يكون جزء من الرابحين في المسابقة اللي إحنا بنحكي فيها أو في الجوائز اللي إحنا بنحكي فيها. طيب تمام. أيضا ما يخطر تساؤلات أيضا أنه كيف بيتم اختيار الفائزين؟ ما هي المعايير؟ كيف يتم العمل على ذلك؟ لأنه وتحديدا فيما يتعلق بالجوائز الكبرى أنه هذا تساؤل دائما بيكون موجود ببالنا إحنا، أنه كيف بيختاروا الفائز؟ كيف بيتم اختياره؟ هل ما نعرفه بأنه العملية هي إلكترونية؟ نعم. وهذا ما نعرفه، هذا أقصى ما نعرفه عن عملية السحب، ولكن ما عندنا أي مثلا كمان تفاصيل أخرى عن كيف بيتم اختيار الفائزين وتحديدا في الجوائز الكبرى. هي الصراحة سيستم بناء الجوائز لحاله هو يعني عالم كامل، لأنه يتم بناؤه على لوغاريتميات وآلية اختيار نوعا ما معقدة، بحيث أنه ولا يمكن في يوم من الأيام يصير إمكانية للتلاعب بآلية الاختيار. هاي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية بأنه حضور من سيحضر ليتم اختيار الفائز، يتم تحديد على الأقل من 6-7 لجان. يكون هدول الأشخاص من دوائر رقابية، من دوائر التدقيق، من دوائر الأعمال. كل هدول الأشخاص بيكونوا مجتمعين لاختيار من هو الفائز. طبعا يتم السحب بحضور الجميع، ويتم إعداد لجنة توثق عملية السحب بشكل كامل. برنامج السحب يتم تجربته مئات المرات للتأكد من عشوائية الاختيار، وهذا كمان مهم. اليوم إحنا عندنا أول فائزة كانت من محافظة بيت لحم لفرعنا في بيت لحم لليرة ذهب. هاي الجائزة الأولى اللي تم السحب عليها اليوم. طبعا الحساب مش جديد، الحساب قديم. كمان فآلية الاختيار صراحة معقدة، خلينا نسميها لا يمكن أن يتم التلاعب فيها ولا بأي شكل من الأشكال. نعم، لأنه أحيانا إحنا بنكون ذهنيا عاملين شوية ربط، وفي بعض الأحيان بيكون مش دقيق، أنه كل ما كان مثلا أكثر حساب التوفير في مبلغ أكثر كل ما كان في فرصة مثلا أكبر للفوز. في بعض الأشياء إحنا بنربطها بالفوز، ولكن يعني قد تكون غير سليمة، قد يكون ربط غير سليم. أنا بحب أكد عليها بس في جزئية معينة، أنه إحنا بنحكي الفائز أو المشترك عشان يدخل اسمه على السحب لازم يكون رصيده على الأقل 200 دولار. تمام؟ كل 200 دولار إضافية تعطي نصيب للفائز أكبر، يعني نعم تفضيلية 100%. طب وعندي كمان سؤال بخصوص الحسابات القديمة، إن يعني لو سمحت كمان، هل في أي يعني معاملة تفضيلية لأصحاب الحسابات الأوائل؟ صاحب الحساب الأساسي يدخل على السحب بشكل مباشر بدون ما يحط فلوس، وكل 200 دولار إضافية فوق رصيده القديم يضيف فرص إضافية على الموجود. نعم.
100% بضيف نقطة يعني إضافية، يعني كل 200 دولار تضيف له فرصة إضافية. والحد الأقصى للفرص هو 100 فرصة. نعم نعم. طب أنا في النهاية أستاذ أيمن بحب أستثمر فرصة وجودك معنا اليوم وأسأل عن الأهداف، يعني أو عن الرسالة عمليا، الرسالة ما تؤديه هذه الحملة وما تصيبه من جانب المسؤولية المجتمعية للبنك الوطني. إحنا تعودنا في البنك الوطني أنه دائما حملاتنا هي حملات تستهدف العملاء، ولكن من اسمنا الوطني إحنا لنا من اسمنا نصيب، فدائما نسعى أنه يكون في حملاتنا جزء إلها علاقة بالمجتمع. كون الحملة كاملة انبنت على أساس البناء والتطوير والأمان المستقبلي، فارتئينا أنه أكثر ما يحقق الأمان في المجتمع هو التعليم، فذهبنا باتجاه أنه التعليم هو الرافد الأساسي للمجتمع، وبالتالي قلنا أنه كل حساب يتم فتحه توفير في البنك الوطني من بداية الحملة ولنهايتها في نهاية العام 2023 إحنا رح ندفع دولار مقابل كل حساب توفير رح ينفتح في البنك، وبالتالي هدول الفلوس رح يتم توجيهها للجمعيات الداعمة للطالب المحتاج في الجامعات الفلسطينية، بحيث أنه إحنا نكون جزء ولو بسيط من مساعدة الطالب فعلا محتاج لاستكمال تعليمه الجامعي، ونكون إحنا ساهمنا بشكل برضو ولو بسيط في أنه نعد ناس للمستقبل في المجتمع الفلسطيني. نعم يعني طبعا وهي مساهمة قيمة تحديدا، يعني أنها يعني لها ما بعدها. نعم. ويعني المساهمة في موضوع التعليم وفي يعني تعليم الطلبة المحتاجين له ما بعده، لأنه كما تفضلت يعني أنت تعد بذلك كادر جديد. صحيح. مواطن قادر ومؤهل على مثلا صنع وعمل شيء لمجتمعه. صحيح. أنا بعرف أنه طولنا عليك، بدي أشكرك في نهاية هذا اللقاء الأستاذ أيمن دحادحة مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة الأفراد في البنك الوطني، شكرا جزيلا على حضورك وعلى وجودك معنا اليوم. شكرا 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 لك. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، فاصل قصير ونواصل. بكم مجددا متابعينا الكرام، ومباشرة ننتقل إلى ورقتنا الثانية، وفيها مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رام الله يعد خطة استراتيجية للنهوض بالقطاع التجاري. وفي التفاصيل متابعينا الكرام، أعلن مجلس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبير الجديد أنه توافق على اختيار عبد الغني العطاري رئيسا للمجلس للدورة القادمة، بينما جرى اختيار محمد زيد النبالي نائبا للرئيس، وزاهر حمادات أمينا للسر، وناجح عمر القاضي أمينا للصندوق، ومحمد عبدين نائبا لأمين السر، وسعد الخليلي نائبا لأمين الصندوق. وجرى اختيار مجلس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبير الجديد بحضور مسؤول وحدة القطاع الخاص في وزارة الاقتصاد الوطني إيهاب الحج حسين وممثل اتحاد الغرفة التجارية والصناعية. وفي حديثه لوطن
قال عبد الغني العطاري بأنه جرى توافق بين أعضاء المجلس 13 على توزيع المهمات والمناصب، ولفت إلى أن المجلس الجديد سيعمل على إعداد خطة استراتيجية خلال الفترة المقبلة من أجل العمل عليها خلال دورة المجلس الجديد للغرفة التجارية، وستستمر لمدة 4 سنوات. ولفت أيضا إلى أنه سيتم إطلاع وسائل الإعلام وكافة الأطراف ذات الصلة على تفاصيل الخطة الاستراتيجية حال إقرارها. أيضا أكد أن الهدف الأول لمجلس الغرفة التجارية هو خدمة التاجر، مشيرا إلى وجود مجموعة من التحديات التي سيعمل المجلس على مواجهتها وعلى تذليلها في الفترة القادمة، ومؤكدا أن الاحتلال يبقى العائق الأول والأكبر أمام تطور الاقتصاد الفلسطيني والحركة التجارية في جميع محافظات الوطن. ولفت أيضا إلى أن من بين القضايا الملحة التي سيعمل المجلس على حلها ملف العمال والأيدي العاملة في الزراعة والصناعة، وأيضا التعاون مع الحكومة وتأثير عدم استقرار صرف العملات على عملية الاستيراد، إلى جانب الشح الكبير بالإنتاج العالمي من المواد وتوفير المنتجات الأساسية في السوق المحلية. وزارة الاقتصاد الوطني متابعينا الكرام قد أعلنت صباح اليوم أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة بالتزكية. ورقتنا الثالثة والأخيرة، وفيها البنوك الأمريكية الكبرى تستعد لمواجهة تدهور في الاقتصاد. تفاصيل: حققت البنوك الأمريكية الكبرى نتائج قوية في نهاية العام الماضي بدفع من ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق، ولكنها توقعت تدهور الاقتصاد وخصصت المزيد من الأموال للتعامل مع حالات التخلف عن السداد المحتملة. استمرت البنوك الأمريكية في جني الأرباح وإن كانت في بعض الأحيان أقل من تلك التي تم تحقيقها في العام 2021. باختصار متابعينا الكرام، ارتفع صافي الأرباح في الربع الأخير بنسبة 6% إلى 11 مليار دولار في جي بي مورغان تش، وبنسبة 2% إلى 6.9 مليار في بنك أوف أمريكا، ولكنها تراجعت بنسبة 21% إلى 2.5 مليار دولار في سيتي جروب، وبنسبة 50% إلى 2.9 مليار دولار في ويلز فارغو. ننتقل إلى تذكير وإلى أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي كما جاءت عن سلطة النقد الفلسطينية لهذا النهار. ونبدأ بالدولار الأمريكي، سعر الشراء جاء ب 3.41 شيكل، سعر البيع جاء مماثلا ب 3.41 شيكل. ننتقل إلى الدينار الأردني، سعر الشراء جاء ب 4.80 شيكل، وسعر البيع جاء ب 4.82 شيكل. ثم اليورو الأوروبي، سعر الشراء جاء ب 3.69 شيكل، وسعر البيع جاء بفارق أجورة واحدة 3.70 شيكل. وأخيرا إلى الجنيه المصري، ويسجل انخفاض في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل ب 11 أجورة لكل من البيع والشراء. قبل
الختام متابعينا الكرام، عودة وتذكير بعناوين وملفات نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار، وفيها ضمن حملة توفير البنك الوطني الجديدة جوائز أسبوعية وشهرية وأخرى كبرى. وفي الثانية، مجلس إدارة غرفة تجارة رام الله الجديد يعد خطة استراتيجية للنهوض بالقطاع التجاري. وفي الثالثة الأخيرة، البنوك الأمريكية الكبرى تستعد لمواجهة تدهور في الاقتصاد. إلى هنا انتهت حلقتنا من نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار. شكرا لكم متابعينا الكرام على حسن المتابعة. لكم تحياتي، أنا في الإعداد والتقديم رشا حسوني. شكرا لزملاء في غرفة التحكم محمد زاغة وعبد الله الخطيب. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. وطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادي مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء.